أبو جول. يا سلام، الهدف الأول من عيسى مندي في الدقيقة الثلاثة، في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول. زلت لسان لم تكن زلة، بل كان لساني ينطق وقلبي أيضا ينطق ويدعو إلى تسجيل هدف أول. كنت أقول بأنه بعد تسجيل الهدف الأول عناصر المنتخب الأوغندي ستخرج وتنكشف وتظهر المساحات والفراغات ويزداد الإبداع الجزائري في هذا الشوط الأول. هاي كرة إسلام في القائمة الثانية، فاتت الحارس وضربت في صدر عيسى مندي وجول 1-0. يطالبون بلمسة يد، ضربها بالكتف العلوية، يعني أعلى الكتف. وين لمسة يد؟ أعلى الكتف هنا. بعدين كثيرا ما سجلوا علينا باليد ودفعونا ومضعية تسلل، احنا لازم نسجل بالراس وبال